إذا متابعو ومتابعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة أسفي وبالضبط من ملحقة التربوية للتعليم. إذا في هذه اللحظات التلاميذ والتلاميذ الحاصلون على شهادة البكالوريا اللي جاوا ياخذوا النتائج ديالهم. إذا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شباب جاي نديرون ناخذ اخويا الشواهد ديال البكالوريا كما كتشوف. اها وعلاش هاد الزحام هذا؟ وا انت كتشوف راه كيبان لك كلشي من الشباك اخويا، من الشرجم راه كيبان لك ما شويه من كيقول لك ما ساليش، لانه جاو الفيتيك جات الدفعه الاولى قال لك الدفعه الاولى حنا غنعطوه غير باش غيعطونا حنا. كنتمناو انكم كان غير شي نظام هاد الشبابي كامله مفتوحه باش يكون شويه تسهيلات كل واحد يمشي على خاطر ما تكونش هاد الزحام هذا. هادشي اللي كاين اخويا. نعم نعم التباعد عندو معنا كورونا في الدار، عندو معكم كورونا ما كاينش تباعد. اه كاينش الميضه لا هادشي كيما كيشوف حتى هو يعني تو الكاميرا. ساعتين وحنا واقفين في الشمس، ساعتين وانتم واقفين هنا في الشمس. لا نظام لا والو سي اشرف. ثلاثة الناس اللي خدامين لداخل، ثلاثة الناس اللي خدامين لداخل، خصهم يكونوا كثر. كثر بنادم كثير اصاحبي. واه جاي مزاح من المعدبيات. شو عجيكم يعطينا التصريح؟ شو عجيكم يهضر معنا؟ شو عجيكم يهضر معنا؟ شحال ديال الوقت نتوما كتسناونا؟ شحال ديال الوقت نتوما كتسناونا؟ من 8 وحنا كنتسنى. من 8؟ ما كاينش الزحام اخويا، عارفين بان كورونا. الزحام كاين اخويا من الصباح. يلا دابا شوية نفس الوقت، يلا شوية نفس الوقت. مامك ماما وضرت مامك علاش دير شحال جمعة صحيمة صاحبي. ربي اخويا شو السؤال نشوف. كاين كاين اخويا حدا معانا غير معاهم. سير عبد الله تمام. خالد السلام عليكم. وعليكم السلام. اذا تشرحوا لنا اليوم شنو واقع هنا شنو كاين؟ بالنسبه اليوم كنشوفوا ان هناك عشوائيه في التسيير وتنظيم في غير محله، وكنشوفوا ان ايضا كاين ما كاينش تباعد اجتماعي، وكان يعني هاد الناس صراحه يعني شنو نقول لك عشوائيه في التسيير بكل ما تحمل ومعنى من التسير. وشكرا. مجموعة مرحبا بك عليك. حلو المشكل.